كل شيء. باهي حاج نجم نقولوا كنت مناضل قبل وقت بن علي. مناضل فيه خاطر باش نقول لك حاج كنت تخدم في السور هزوك الداخليه لا وقت راهو هذيك مش هذاك جات اشوفال بين دبيبة وبن علي وصار برشا حاجات وقتها في الداخليه. احكي لنا شنو صار وقتها. تسمى مناضل هذيك نسال فيك مثلا قول لي انت. احنا بدينا النضال وانا عمري 6 سنين يا سيدي نهرب بالسلاح مع بابا فهمت تهرب بالسلاح اي نعم كيف نهرب بالسلاح في كاميونات انسان معروف تو مش نقولوا سوا ديزون يهزوا في سكر الجزائر وهما داخل علاش يهزني انا وعبد القادر خويا يهزنا باش يتلف يعني بوتلوف للجدرميه يقول لي ما تتكلمش بسوري شنو وقت الاستعمار هذا اي وقت الاستعمار اي مازال نمشي قلت شنو تهرب بالسلاح لا نهزوا سلاح باش نعديوه للجزائر وقتها نعديو فيه من وين صارت الحوادث في تونس والجزائر واختلطت الدماء كنت مناضل مناضل هاولدي مناضل انا ما نعرفش انا نمشي مع بابا نسخي بروحي نحوس وهو يعمل في بوتلوف وقتها نركبوا معاهم باش كي يجيو الحرس نهبطوا لهم احنا يقول اي هبطوا لهم برا نمشيو لهم بومبون مسيو بومبون يقعد يسبوا فينا احنا نعمل روحنا ما نعرفوش هذا انا احنا كنا عندنا في الفرنسفيل في دارنا عندنا كاف كامل كانوا المناضلين يتخباو غادي وتجيهم الفطورات وتجيهم الماكله نتاعهم عم عمار الله يرحمه اللي كان هو شوفير بورقيبه وقتها كان هو يجيب في الدنيا هذه كل واحنا كنا معناتها ماخذين ورموا على عاتقنا حاجات اللي التوانسه الكل كانت مخدت على عاتق شنو صار في الحكايه اللي حكيتها لك انت في السور وقتها في السور عملنا ولدي جريده مش نقول لك اللطف يا ولدي ما خلينا حتى حد لكن اللي ربما ما جبدش الانتباه نتاعهم واني نتبع في دار الحزب طبعا وجاي وشريان الوراق كل من دار الحزب دونك ما جاش لبالهم حتى احنا كثر لنا كان انور بالي وقتها هو مدير جريده ورئيس تحريره ماني قلت لك ديما رئيس تحريره والمشرف الاول والدنيا كلها هو انا سبينا المزالي وسبينا الدنيا وسبينا الناس كل فما شكون ما سبيناش الله يرحمهم ان شاء الله يسامحونا سبيهم قولوا في الحقيقه راه شفت بالمكشوف شفت بالمكشوف السور بالمكشوف فوديس اي جاو هذوك الداخليه عيطولي الداخليه ساعه جاو لداري على خاطر عنوان الجريده كان داري 43 نهج كذا وكذا جاو لداري هما وين المقر خذولي هذا مقر داري جيني شوبات لهنا وكل شيء وين الجريد حليت لهم المال كانت عندي يير 19 في ذولي وقت هكا بيضا قال لي شنو هذا قلت له هاكا قلمات مساطر شويه كبت على الماكيات الدنيا هذاك هو معناش راهو مقر هكا ولا شنو صار هزوك ما هزونيش كذب على ربي ولا مال استدعى تجي للداخليه اوكي تجي للداخليه وقتها باش نشوف واحد اسمه بن جميع مدير درا شنو سي بن جميع هذا عنده حسب ما قال لي هو عنده يدزوا فيا ساعه راهو هاك شويه ضرب مشط ضرب على الكتف وكل شيء سبان وشنو عنده تعليمات واضحه اللي انا من غادي يزوني طول كي تخلت انا تصور انا داخل باش نتعاقب عارف روحي باش نتعاقب وخليت وصايا مع واحد قلت له اذا ما خرجتش راهم هزوني واللي اذا ما تعلم حد قلت له تعلم مرتي اش حكاوا معاك وقتها؟ قال لي ما شنو شنو ساعه بشويه عاد مشوش حكاوا معاك كي دخلت مشيت بوستو ما عادش عندي برشا وقت وعندي برشا اسئله كي دخلت مشيت بوستو ايه يقول لي عايش بوستو ولدي ايه ولدي كان الاستاذ نتاعي في الصدقيه طلع تعرف طلع معاك مش ما اعرف انا هكاك ربي دني حسيلو من اللي قلت لهم وانا نتكسر وقتها انا المسؤول الاول وانا كذا وكذا ثم جات تعليمات من عند احباب ربي ربي فضلهم كما سيادتك خويا الغالي اسلام قالوا لي انت مسؤول كان على حوايجك ولا كنت نضرب كما ضربوا الجماعه خاطر انا مانيش فاتن الجماعه من ورايا شفتي قداش بسيط يدزوا فيا لا احنا خطينا لا هذاك المسؤول هذاك المسؤول على كل شيء قلت لهم انا مسؤول على حوايجي بعدين شديت مسؤول على حوايجي مشينا والله يضر لي خاطر نقلت من برشا بقايا راهو بحذا بارد وبحذا شنو هذوكم ما نعرفهمش راهو صدقني وما زلت كي حاسيل وسلكناها خرجنا الحمد لله كاميرا كاشي الوجدة كنت في بالك بها يا ولدي يظهر لي كيف كل في بالها بي يظهر لي خاطر كي جينا قال لي معز قال لي راهو بربي موس باش يعمل واللي طيحني في البياج هو اللي باش يتكلم هذاك اللي كان في انجلترا اسمه معناتها فما مصداقيه وفما كذا ماكهلان فهمتني فرحوا بينا يا سيدي ما كنتش في بالك بها والله العظيم لا في بالي كان في بالي ما نمشيش تو قلت لك انا تو
قبل ما نجيك شكون تحط بربي كان كم يركع شيء يزين. ينجم يكونوا ما قالوا لك شمال ممكن بخبرتك في الاعلام تنجم تكون لا لانه ولعبت حبيت تلعب دور البطل شويه. والله العظيم لو كان فتنت بها في اي وقت حتى بعد نص ساعه ناقف قاعد نعمل في التمثيليه من اسمه ممثل عاد انا. واللي زاد غلطني 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 هو خالد حسني راه خالد حسني مريتوش راه وصلنا للنيام باليدين تعاركتوا والاستاذ فتحي المولدي حز وكذا والدنيا وما فيها اي خاطر وقتها ظهر عندك جرأه كبيره باش تقول الكلام هذاك هو الجرأه هذيك انا ولد الجبل يا ولدي اي خاطر ما نسولكش كنت تمثل وقت اللي بكيت على خاطره نعتبروك تستحق اوسكار وقتها في التمثيل في بالمكشوفه في بالمكشوفه في بالمكشوفه ما بكيتش على خاطره بكيت من الظلم قبيله كي وصلنا قلت لك نقول لك شنو اللي عمل العربي نصر كيفاش كلم السيد الرئيس الله يرحمه وينعمه فهمت وقال له ولينا تصور انت داخل البلاتو مع مندرج بناني وهذا وتسمع تقول لك راهو الرئيس قال لك باش تصور وتعمل وكل شيء وبلاش انا نحبك تكون معايا صريح انت وقتها في بقعتي انا وانا عرسه من عرس حنبان واقدم واحد في البلاتو اش تقول للرئيس وقتها هي ما فما برشا حسيتنا فما برشا اكسي معناها في الكلام اللي قلتها وكلام من نوع يرحم والديه يرحم والديه ربي يفضله ويطول في عمره انت مثال للعالم ايه علاش مثال للعالم غلط في البكاية يا ولدي نجاوب ما غلطتش ربي معايا انا نقرا نقول له والله واحد ثلاث مرات ما غلطتش خلق زراك علاش كان قلت انت قدوه للعالم لانه وقتها الرئيس اقترح سنه الشباب ولا شنو والامم المتحده طبخوا جيب شو كله طيب بن علي قدوه للعالم تركها حاجته شي قدوه للعالم يا ولدي لكل مقام مقال ولكل عصر جاحد احنا عمل معانا الخير عمل معانا الخير كنا ما كذا وكذا وسرحنا وعمل لنا كل شيء شنو يقول له نقول له وانا يا ما فاهم برشا عبيد برشا عبيد عايش الظلم نتاعه وقتها والقهر نتاعه موجود لا هو استفزاز كاين انا عملت استفزاز البكاء معناتها البكاء يمكن وقتها البكاء مبالغ فيه يا ولدي انا نبي انا تنجم تحكي لي على اللي تحب تمسني هكا في حاجه ترجي بابا من غير ما نشعر والله العظيم يا اسلام وهاك ربي يشهد عليا لو كان جيت نتحكم في البكيه نتاعي والله العظيم لا يلعبني واحد في تونس لا في السياسه لا في الاقتصاد لا في التاريخ لا في اللي تحب انا راني مانيش قاري لهنا انا قاري في اكبر جامعه في انجلترا انا متخرج من المعهد الاعلى للصحافه في انجلترا في قلب لندرا تغنوا على العباد ونجم نجعل عمل فيديو هذيك بعد الثوره باش ينتقموا من منصور بن سعيد صار فيا ما عندكش فكره ما عندكش فكره السبان اللي سبني مثال سوء نيه والا لا 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 بسوء نيه تسيبوا عليا ما انت مش معقولك العدد المهول هذاك تو سامحني انت تو بعدين اسلام يسبني يا اللي بيك ويا اللي عليك ويا اللي كلام كبير من غد وراه في كارفور يجي بوسني حاج خميس عليك يا حاج نفاق شنو هو هالنفاق وين وصلكم النفاق هذايا لكن وقت اللي جاتك الفرصه نتاع جده الو جده هكا ولا يا ولدي ندعي نقول يا ربي يا ربي قداش تحبني يا ربي اللي اعطيتني فرصه حتى نعبر على راه فما الناس التوا اللي تبقى فيا اقل حاجه انت ما كبكيت يا وتوا الناس الكل قاعده تبكي عليك فمش كنت طلب هذا مش الناس الكل ما نعموش ما هو عاد اخويا صيغه المبالغه اي ما نعموش ما نعموش لا فما عباد صيغه المبالغه صيغه المبالغه حاج انا عمري راني انا عمري ما كنت نحب رئيس راه ونتكلم عليه ندافع عليه ربما انا كيما قلت لك بعد المولى والرسول ترجي وامي بابا ووليداتي هذوكم اللي نحبهم بالمجد وهذوكم اللي نبكي عليهم راني اخوك انا والسياسه ناين خلينا نكمل